باشرت القطاعات المحور الشمالي المتمثله بقطاعات الفرقه 16 بلواء 73 ولواء 76 بتحرير قريتين اللي هي قريه نجموك وقريه تليابس، وبهذا التحرير ذن القريتين اصبحنا على مشارف الشلالات وعلى مشارف المدينة. إن شاء الله نواعد أهلنا في محافظة نينوى وجميع مدنها وأقضيتها، أن نحن الجيش العراقي قادمون وداعش انتهى، ما هي إلا مسألة وقت وينتهي كل شيء إن شاء الله. حقيقة تواجد القطاعات وتواجد الإعلاميين وشبكات الإعلام العراقية الأصيلة مع المقاتلين أثناء تنفيذ الخطط وأثناء تنفيذ تطهير القرى من داعش، هذا يولد فد معنويات وينقل حقيقة ما يجري على الأرض غير ما تنقله وسائل الإعلام، أنه الجيش توقف، الجيش كذا، الأمور الأخرى اللي تسمعونها ونسمعها. وكذلك بعض المتربصين بالجيش العراقي، الجيش ينتهك حرمات المواطنين، أنتم الآن التقيتوا بالمواطنين وشفتوا تعامل الجيش، رغم أنه هاي يعني صار لنا ساعة من دخلنا إلى هاي القرية، لكن التعامل الإنساني، إحنا ما نعرف القرية بها سكان مدنيين، ما نعرف انه هذول السكان المدنيين هل اكو بيهم من داعش صار ويا اهل القريه، هل انه كلهم مع ذلك انه التعامل الانساني موجود، وان شاء الله هذا جيشكم والجيش العراقي قادم والجيش العراقي لا يموت، الجيش العراقي انتفض من جديد وان شاء الله سيكون اقوى واقوى في الايام القادمه.